السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاق الخيول، تحياتي لكم أينما كنتم. هذا الحصان هذا اللي قدامكم صفر، عنده 5 سنين، أنتم كتشوفوا اللهم بارك، لا يتوفر على بطاقة. عاد توصلنا به، قلنا نبارطاجيو معكم باش غدا إن شاء الله نبارطاجيو معكم الخيول ديال سوق الثلاث اللي داخل السوق. وبالنسبة للإخوان الثمن راه ما قال ليش، مهم اللي بغاه يتواصل على الرقم والله يسخر الجميع. مهم العودة انتم شتوه اللهم بارك، والنمرة قدامكم تواصلوا والله يسخر الجميع والله يدير تاويل الخير. والناس اللي كدوز الامتحان الله ينجحهم، واللي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي حاجة الله يقضي عليه. وكنشكركم الاخوان، تحياتي لكم على التفاعلات ديالكم مع الفيديوهات، وكنشكركم كاملين بكم داخل وخارج ارض الوطن. اخوان الفيسبوكيين تحياتي لكم، شكرا لكم بزاف على لي كومونتير اللي كتخليو زوينه بزاف، ربي يوفقكم وربي يحفظ الجميع والله يدير تاويل الخير. المهم الفيديو انتم شفتوه، بلا ما نطول عليكم، جا هذا المقطع مقلوب شويه، مهم راكم تما ها هو جات في الوسط، خصنا هكا باش يتقاد لكم الفيديو الاولاني. يلا دوزوا الخير الاخوان.